أنا تخصصي لغة إنجليزية وما درستش لغة عربية من بعد الثانوية العامة. يعني بقالي حوالي 36 سنة وأكثر ما درستش عربي، ما عرفتيش جملة. فجأة يقولوا لي خش امتحني لغة عربية، أنا لسه همتحن كمان يومين، وأنا دراساتي في إنجلترا والليسانس واخدها من جامعة عين شمس أدب لغة إنجليزية. ازاي يعني ازاي؟ في تركيز كمان على اللغه العربيه، معظم الامتحانات كان في اشتراك على التركيز على اللغه العربيه. حضرتك قلقانه من ده؟ حتى لو درسنا حتى التربوي كان بالانجليزي مش بالعربي. فانا بخش امتحن كل ده بالعربي وامتحن كمان لغه عربيه. طيب حد فهمكوا او عمل لكم اورينتيشن يعني توجيه ولا اي حاجه؟ والله انه كله على النت. لا يعني عايز اعرف انه نجاح من كذا، انه لو اكتست قد كده من الامتحان هتبقى معدي، يعني حد فاهمكم اي حاجه؟ لا ما فيش حد، هو كان كله على النت حاجات، وفي واحنا اشترينا نوتس من لا هم قالوا اللي على النت بقى، هم قالوا ملوش علاقه باللي جه، ده عشان تبقي حضرتك عارفه اساسا وما تشتريش ملازم. خلاص بعد ايه بعد بكره هتعمل ايه يعني؟ يعني ربنا يستر بقى. ربنا يستر يا استاذه فاطمه. اشكر سر حضرتك. ما ملوش علاقة بكل حاجة. والجرايد نزلت نماذج كمان للمدرسين؟ لا صراحة أنا ما طلعتش على الجرايد، أنا كل اللي طلعت عليه اللي كان على النت والملازم اللي كانت في المكتبات واللي اشتريناها من مدرسين بتوع المراحل الثانوي والإعدادي. ما فيش علاقة بين اللي احنا خدناه، طبعا كل واحد حطت أي حاجة. هو كده ما فيش مصدر معرفة محدد أنت وجهتني ليه إن أنا أجيب منه. يعني لا المديرية التعليم عملت اجتماع بعتت لكم ورق؟ لا ما فيش أي حد خطبكم في أي حاجة. والله أنا رأيي الشخصي مضمون الامتحان نفسه مش شاغلني. بقدر الصورة اللي اتعمل بيها تقييم المعلم. هي دي بس النقطة، لكن التطوير والامتحان ما المفروض يبقى مثقف زي ما قلت قبل كده. المفروض يكون مثقف، يبقى معلومات عامة المفروض يجمعها. وإذا يعني عاجز في سؤالين ثلاثة أربعة مثلا من 100 سؤال مش مشكلة. يعني أي إنسان مثقف برضه ما بقاش مثقف في كل المجالات يعني. صحيح. أقول لحضرتك هما بعتوا لنا ولكن الشكل العام للمعلم في مهانة، يعني في مهانة. التطوير مش مرفوض. قالوا في تدريب طورني داخلي. قالوا لنا في تدريب في مبنى اتحاد الطلاب اللي ورا في العجوزه ورا الخلف مسرح البالون. في بعض الزملاء راحوا التدريب، لقوا التدريب عباره عن ايه؟ عباره عن شريط فيديو بيتعرض على اربع مراحل خلال يوم، ساعتين ساعتين ساعتين، بين كل مرحله بين كل فتره فتره ساعه. اللي بيتقال هنا بيتقال هنا بيتقال هنا. ايه عباره التدريب ده؟ ايه توجيهات؟ استخدم القلم الرصاص واستخدم الاستيكه، اتعامل مع الورقه برفق، ما تتنيش الورقه عشان هتصحح عن طريق الكمبيوتر، تمام؟ حط الدوائر، اطمس الدايره يعني على يعني ما تسيبش فيه فراغ في الدايره عشان المسح الضوئي بتاع الكمبيوتر. ادي التدريب. يوم وتاني يوم بعتوا لنا قالوا لنا ده التدريب اتنقل راح 6 اكتوبر في مدينه مبارك في 6 اكتوبر. طبعا عشان اروح مدينه 6 اكتوبر انا عايزه عربيه خاصه، انا ما عنديش عربيه. لا وعشان تروح عشان يقول لك ازاي تسودي الدايره. ايوه واللي راحوا مدينه 6 اكتوبر نفس الكلام اللي اتقال هنا هو اللي اتقال هنا. ده التدريب. لكن هل اداني منهج؟ هل اداني محتوى اخش اذاكره واخش امتحن فيه؟ احنا كلنا بنحب التعليم، ما حدش بيكره التعليم، كلنا بنحب التطوير. امال ايه الصيغه المناسبه لكم؟ اسمحي لي قبل عوض، يعني ايه الصيغه المناسبه؟ يعني كل حضراتكم متفقين مع الوزاره في انه انتوا مش ضد التطوير وعايزين يبقى في حاجات غلط ولازم تتصح. ما تاخدينيش فجاه تعالي همتحنك. هتمتحنيني في ايه طيب؟ هتمتحنيني في ايه؟ اما بقى انا بشتغل 32 سنه وفي المرحله الابتدائي خلاص حفظت منهج ابتدائي مع تغييراته، دايما بتتغير المناهج، حفظت التغييرات كلها وحفظت المنهج. اي حاجه تسالني في داخل المحتوى الابتدائي انا هجاوبك، لكن تسالني في اعلى من كده يعني طورني ازاي انا حضرتك؟ اقول لحضرتك على حاجه، ال 50% اللي احنا خدنا 50% من الكادر. ال 50% دي اتحطت في خانه في كشف المرتبات بعيده عن الاساسي، انا ما بضافش على الاساسي، بضافها في خانه. اديني النسبه اللي انت عايز تدهاني، انت ناوي تديني 100%، ناوي تديني 200% عشان ترفع مستوى المعيشي بتاعي، حطها لي برضو في نفس الخانه، موافق، حطها لي في نفس الخانه، حطها تبع الاداء تبع الكفاءه، وتخصص ناس تقيمني، تيجي تقيمني انا كويس وشغال وبطور نفسي مع منظومه يعني التطوير. يعني مشكله ان الموجه يقول ان المدرس ده اداؤه سيء او لا يصلح، معناها ان هو ما يمتحنكش بالظبط. يحط لي نسبه اداؤه 50% يبقى استحق كذا، اداؤه زي مثلا انا بتجاوز اجازات العرض او اجازات الاعتياديه بتخصم من المرتب برضه، حطها كده.
او اعمل لي دورات تدريبيه انا احضرها واذا اكتستها وامتحن داخلي يعني على مستوى وزارتي على مستوى ادارتي على مستوى اكاديميه المعلم اللي قالوا هيعملوها مثلا دربني واذا انا عندي قابليه للتطوير هتطور وهنجح ما عنديش قابليه ما استحقش فعلا الكادر فعلا نعم معانا اتصال هناخد اتصال اخير استاذه ايمان اتفضلي استاذه ايمان ايوه اهلا بحضرتك مساء النور ازيك يا دمنه الحمد لله حضرتك مدرسه حضرتك مدرسه انجليزي ابتدائي لا ثانوي صنايع يبقى لسه ما امتحنتيش لا لسه المفروض الامتحان يوم الثلاث بس انا ما قدمتش اعتذار فمش عارفة لو ما دخلتش الامتحان هينفع من غير اعتذار ولا لا بعد كده ده في حاجة تانية ان الاخت اللي اتصلت من شوية بتقول المدرسين زعلانين اللي احنا مش زعلانين على الامتحان احنا مستعدين نمتحن بس المهم يدونا تدريب الاول نمتحن الاول يعني يدونا التدريب وبعد كده نخرج الامتحان يعني تدريب على الامتحان وكأنه مراجعة يعني نعم تدريب على الامتحان وكأنه مراجعة لا نتدرب الاول انا اخدت 12 سنه في المدرسه لغايه دلوقتي ما خدتش ولا تدريب لا على مدرس اول اعدادي ولا على مدرس ثانوي الله بقالك 12 سنه ما اخدتيش اي تدريب من 97 وقدمنا مذكرات وقدمنا صحيفه بيانات ما خدناش اي تدريب لغايه دلوقتي وشايف انه ظلم ان يمتحنك مره واحده من غير ما يدربك ولا مره يعني هو المفروض يعني انا مثلا اديني تدريب زي ما انت عايز وامتحني بعد كده زي ما انت عايز لكن انا ادخل الامتحان وانا مش عارفه همتحن في ايه وبعد كده حضرتك انا اداب يعني خريجه اداب الناحيه التربويه دي انا ما خدتش فيها حاجه خالص فافاجئ في الامتحان بحاجات مثلا عن قوانين او عن حاجات زي كده مش عارفه اجاوب على الحاجات دي انا هو بيقول انك انت خدتي خبره مثلا 15 سنه كل واحد ليه وجهه نظر عن الثاني برضه في التدريب او في اللقاء مع المدرس او مع التلميذ وجهه نظرك كانت واضحه جدا على الهواء اشكر صراحه حضرتك احنا هناخد استاذ عبد الوهاب لانه بقاله كتير على التليفون وهيكون هو الاخر اتصال اتفضل استاذ عبد الوهاب مساء الخير مساء النور يا فندم دلوقتي هو انا ارجو من انا كنت من رجال التعليم السابقين ويعني وما زلت مهتم بالتعليم وبالمؤتمرات ومش بشكر في نفسي وانما اسمي مسجل في كثير من المؤتمرات انا بقول ده كدليل مصداقيه للكلام اللي انا هقوله يعني اتفضل يا فندم طبعا انا بطلب من زملاء المعلمين انهم ما يرفضوش الامتحان لكن في نفس الوقت بيشترطوا على رجال الوزارة وبالذات رجال الديوان انهم يتقدموا للامتحان هم كمان بنفسهم الله يعني مش انا اللي امتحن فقط كمعلم القيادات اللي حطت الامتحان حطته بناء على ايه ما هي المعايير ما هي المؤشرات اللي هتقول ان المدرس ده يكون مدرس الف او يكون مدرس خبير صحيح. او يكون مدرس المعايير دي لازم تكون واضحه للجميع يعني لازم الناس تكون داخله امتحان فاهمه هي يعني وبعدين اشمعنى وزاره التعليم اللي دايما الوزير بتاعها اللي يبقى من خارج الميدان وزاره الداخليه وزيرها ضابط الحربيه ضابط العدل قاضي الري مهندس اشمعنى وزاره التربيه بالذات وزاره التعليم العالي لازم يكون استاذ جامعه أنا مش بقول إن إحنا يعني رجال التعليم اللي هم في الميدان أحسن من الأكاديميين اللي ماسكين الوزارة لكن أكتر من 10 سنين والأكاديميون يسيطرون على الوزارة دون أن يشاركوا رجال الميدان كما ينبغي أن يكون لأن رجال الميدان هم اللي عارفين الفصل فيه مشكلة إيه 60 تلميذ لما يكونوا موجودين في الفصل إذا رجال الميدان دول لازم يؤخذ في الاعتبار كلامك معقول جدا يا استاذ عبد الوهاب قيمه خبرتهم فاحنا كمعلمين ارجو من زملائي ومن اخواتي المعلمين انهم لا يرفضوا الامتحان ولكن على الوزاره وعلى رجال الوزاره ان يكونوا امناء في عرض الشروط والمواصفات والمعايير صحيح. والمواد التي سيجرى فيها الامتحان وانا سامع ان في ميزانيه كبيره معموله لهذه الامتحانات لسه الاساتذه في الفاصل عينيها عشان تحاسب بعد ما تنتهي هذه الامتحانات والمدرس اللي هيشك في نتيجته فيما بعد هل يا ترى هيدفع فلوس عشان تعاد تصحيح اوراقه يعني كل المؤشرات دي كان لازم تعلن تبقى واضحه جدا في البدايه قبل ما يعقد ويستطيع المدرسون ان هم
يستفيدوا من تنمية مهاراتهم، بس على شرط في البداية إن رجال الوزارة من الديوان هم كمان يشاركوا في هذه الامتحانات. بس ما يعملهمش لجان خاصة بقى يا أستاذ عبد الوهاب، يقعدوا كده وسط المدرسين من غير لجان خاصة مثلا. أنا أشكر صالح حضرتك اللي كان جزء منه في كلام معقول بشكل كبير جدا. أستاذة عواطف عبد الغني مدرسة العلوم ووكيلة مدرسة، أستاذ مختار محمد مدرس أول رياضيات ابتدائي، بشكركم وبتمنى لكم التوفيق، مش بس في فكرة الامتحان، فكرة يعني حياتكم التعليمية والمهنية اللي في النهاية هتنعكس على التلاميذ وأهالي التلاميذ بشكل مباشر. احنا اللي بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، يعني لنقل برضو صورة يعني من واقع القضية بتاعتنا من قلب الحدث. من قلب الحدث. نشكر حضرتك قوي. بعد الفاصل هنشوف حكاية الصحفية التي زارت إسرائيل لمغزى إنساني وصحفي، وهل هي مخطئة أم مصيبة؟